بسم الله الرحمن الرحيم. العرائش أنفو كنتواجدو بساحة سمكة ساحة التحرير. اليوم عندنا جولة ليلية كالعادة، كما عودتكم العرائش أنفو اليوم بشارع مولاي عبد الله المعروف بشارع سوق بارك. انطلق الجولة إن شاء الله. كالعادة دائما كما كنعودوكم كنتواجدو الآن بساحة التحرير رون بوان بمدينة باش نكرزو لكم جميع متتبعي العرائش أنفو. سخونا لا تحرك لأن كاين أرض كل منضبط. جميع المقاهي والمحلات الكل كل منضبط وقرار الإغلاق دقائق قليلة ويبدأ حضرة الجوال الليلي التي ابتدى من الساعة 9 ليلا. الآن كندخلو شارع مولاي عبد الله شارع ديال سوق بارك. مشاكل ديال الإنارة حتى شارع مولاي عبد الله كيعاني منها. كنمر الآن على القيصرية ديال سوق بارك. شارع مظلم، شارع داخل شارع ثاني بعد شارع حسن ثاني هو شارع ديال مولاي عبد الله تاوك يعني من الإضاءة. قيصرية سوق بارك مغلقة تماما. مقاهي محلات الكل ساحة المالوزي كل ملتزم قرار الإغلاق أبي نداء. حتى الشوارع شبه فاضية الكل. الجو هذا المساء جو بارد جدا هنا بمدينة العرائش. نمر الآن بجانب صور الأوتيل الشهير أوتيل كيسا. هذا القصر ديال دوكيسا قصر تاريخي للأسف أنه تحول إلى عمارات يعني عمارة قلب المدينة. الآن مازلنا بشارع مولاي عبد الله نصدركم نصدركم هذا الانضباط يعني التجار ديال مدينة العرائش مع قرار الإغلاق رغم جميع المشاكل اللي كيعانيو منها. كما شفتوا اليوم بعد ما رصدنا لكم سوق القيصرية الأمس سوق سبتة سوق بلارك واليوم سوق سبتة ناقشنا مع الإخوان المهنيين ديال قيصرية سوق بلارك وناقشنا مع الإخوان ديال سوق سبتة اللي رصدوا لنا بزاف د المواضيع اللي تاروهم اللي كيعاني منا التاجر الصغير لان هما مساكين كيتاوهم واحد الاسم ديال التاجر ولكن كيتصنفوا دائما كتجار ولكن كيخص يكون واحد النوع ديال التصنيف. انا كاين تاجر التقسيط وكاين تاجر الجمله وهذه هي المشكله. ساحة الماريستات الشهيرة
الكل منضبط 100%، الكل مغلق، جميع المحلات التجارية جميع أنواعها كلها مغلقة، كلها منضبطة مقرر. لا لا غير بيبا حتى ابناء العرائش الاحرار، دارش انفو دائما زلنا معكم في رصد هذه الجولة الليلية شارع مولاي عبد الله. كل شيء شد واي نعم، هذه شهادة من أحد الشباب العرائشي، كل شيء شد. نتمنى من رئاسة الحكومة المغربية أنها تشوف هاد التجار ديال مدينة العرائش خاصة والمغرب عامة، لأن كيانيو مع تراكم الضرائب تراكم الجبائية الكلائيات مع الخاصة ولا العام ولا جمعية أو الإحباس الكل، وزائد تكركمات لأن كاين بزاف ديال المقاولين الصغار ديال التجار على إيش أنفو. التجار دائما كما قلنا أنهم عندهم تراكمات، ولكن بزاف ديال الاخوان التجار الصغار انهم كيلتزموا، ولكن عندهم تراكمات كما قلنا، شيكات سلعة قديمة، سلعة كتلاشى كما جرى لسان رئيس ديال قصة سوق سبتة، ولكن السلعة الصيفية باقا الان ما تباعتش، سلعة الشتاء تا هي كان ديالها منوب الباقة تا هي دخلت في الكاسات، وزيد 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 تراكمات الماء والضاء، تراكمات أخرى كثيرة، هذه كاملة كنتمنوا أن الحكومة المغربية دير حساب على هادشي هذا، لأن التجار بزاف على الإفلاس ديالهم، لأن المشكل ديال كوفيد 19 دار مشكل في المغرب، أن كشركات كبارين في المغرب عندهم تأمينات وعندهم لاسورونس، أما كتاجر الصغير ليس له إلا الله سبحانه وتعالى، كما جاء الرئيس ديال سوق سبتة أنه مثل الصائد التاجر الصغير مثل اللي كيصيد بالقصبة ديال الحوت في ود البحر. شكرا أحد الشباب العرائشي متابع الصفحة ديالنا ديال رارش أونفو، كنحيوه جميع أبناء العرائش الأحرار اللي ملتزمين بالقرار الحكومي بقرار إغلاق. الآن كندخل المنطقة ديال نزال الخطيب، ندخل الآن منطقة ديال الجنان باشا، حتى هي كتعاني من قلة الإضاءة، وجميع المحلات ملتزمة بتوقيت الإغلاق، دقائق قليلة ويبدأ الحظر الجوال الليلي اللي كيبتدأ من الساعة 9 ليلا. كنتمناو جميع السكينة العريشية أنها تلتزم بهذا التوقيت هذا، ما توقيت إذا ضبطت تم ضبط أحد المواطنين بعد ساعة تصيعة بدون مبرر مقنع سيعاقب طبق القانون بخرق حظر الجوال. ايوا شكرا كل متتبعين لرش اونفون.
كان معكم هذه الجولة الليلية شكرا مرة أخرى جميع المتسابقين.